بونسوار. ابتداء من اليوم بلش لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا متمركزة فوق الخليج العربي، رح يكون تأثيرها أقوى خلال نهاية عطلة الأسبوع. رح ننتقل هلأ لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية. برجع بكفي على طقس لبنان، ورح بلش من الرباط مع 26 درجة، 29 بتونس، 43 درجة بالقاهرة، دمشق 39، 32 بالقدس، 37 درجة بعمان. ننتقل على الكويت مع 46 درجة، 41 بالدوحة، وبختم مع الرياض مع 45 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة السبت، طقسنا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجنوبية وبالداخل. أما على الساحل لبكرة الحرارة عم تتراوح من 22 و 33 درجة، بالداخل بتوصل أقصاها لل 39، أما بالجبل فبتتراوح بين 21 وال 31 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 31 درجة، 32 بطرابلس، 33 درجة بالكورة. الهرمل 34، 32 بالقاع، 34 درجة ببعلبك، 32 برياء. بنتقل على جبال مع 31 درجة، 29 بميروبة، 32 بجونية وبعبدة. بيروت كمان 32 درجة مع طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا لبكرة السبت. زحلة 39، 38 بشتورة، 37 درجة بعنجر، 33 بمشغرة. جزين، مرجعيون وبنت جبال 32 درجة، 30 برشية. بنتقل على بيت الدين مع 28 درجة، أما المناطق الجنوبية صيدا، صور وقانا فالحرارة عم توصل فيهم أقصاها ل 33 درجة. إذن لبكرة عنا ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتتراوح بين 23 و 32 درجة، أما بالنسبة لنهار الأحد فبتوصل أقصاها لل 31، أما التنين عنا ارتفاع لتوصل ل 32 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 16 و 28 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. We'll be right back.